أهلا بكم وإلى العناوين. التحالف السعودي يواصل قصف الحديدة، صنعاء تتهمه بالترويج للتهدئة لكسب الوقت، ووزير شؤون الحوار يؤكد للميادين أن انتصاراته إعلامية. واشنطن تفرض عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي، ومشروع قرار في الكونغرس بشأن قضيته والحرب على اليمن. وسائل أعلام أمريكية تتهم واشنطن والغرب بغض الطرف عن انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان طمعا بالنفط والمال. والفلسطينيون يستعدون لجمعة تطبيع خيانة في مخيمات العودة، والاحتلال يستبق المسيرات بالتحذير ورفع حالة التأهب. حرائق كاليفورنيا تحول بلدة كاملة إلى رماد، و 600 مفقود وعشرات القتلى، ومحاولات الاحتواء مستمرة. وفي النشرة أيضا، عراك في البرلمان السريلانكي على خلفية اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة. استشهد 4 مدنيين يمنيين وجرح 2 في قصف جوي للتحالف السعودي استهدف حافلة للركاب في مديرية المراوعة شرقي الحديدة. قوات التحالف قصفت أيضا بالمدفعية كلية الهندسة في جامعة الحديدة. وزير الإعلام الناطق باسم حكومة الإنقاذ ضيف الله الشامي قال إن دول التحالف السعودي تعد لجولة جديدة من التصعيد العسكري والتمهيد لوقت إضافي عبر التصريحات الإعلامية الكاذبة على حد تعبيره. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن التحالف السعودي مستمر في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني، وقال أن التحالف يسعى من وراء الترويج لتهدئة إلى كسب الوقت وإعادة ترتيب أوضاع قواته المنهارة. ومن العاصمة اليمنية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن. أحمد، أهلا بك. ما الذي يجري الآن؟ أين الجبهات الساخنة؟ وماذا عن عدوان التحالف وضربات التحالف؟ تفضل. صباح الخير سلمى. الغارات الجوية متواصلة على مختلف مناطق الحديدة، وتحديدا على الضواحي والأحياء الجنوبية والشرقية للمدينة. خلال الساعات الماضية يعني هزت سلسلة من الغارات الجوية المتفرقة مناطق مختلفة من هذه الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة، وتحديدا منطقة كيلو 16 وشارع 50 شرق المدينة. أيضا هناك قصف مدفعي وصاروخي ترافق مع هذه الغارات الجوية، واستهدف المطار والجامعة ومنطقتي 7 يوليو والربصة جنوب المدينة. وامتدت هذه الغارات إلى مناطق الساحل الغربي في مفرق المتينة ومنطقة الجبلية في مديرية التحيطة جنوب المحافظة، وأيضا منطقة الجاح الأسفل في مديرية الحسينية. هذه الغارات طبعا استهدفت مزارع المواطنين، مناطق آهلة بالسكان، منازل وأيضا منازل السكان هناك، استهدفت الطرقات العامة وأيضا حافلات الركاب، وأدت إلى استشهاد 4 مدنيين وجرح 2 آخرين باستهداف حافلة لنقل المواطنين أو حافلة أجرة للمواطنين في مديرية المراوعة شرقي المحافظة. هذا الأمر يعني يؤكد أن المعارك متواصلة، أن العدوان التحالف يتواصل على جميع هذه المناطق، وينفي حقيقة وجود هدنة أو ما وقف لإطلاق النار. هناك أيضا محاولة التحالف، هو فقط عبر الغارات الجوية، لكن بريا يمكن القول أنه توقف. هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟ نعم سلمى. أحمد، أسمعك الآن. نعم، كنت أقول بأنه الغارات الجوية مستمرة منذ الأمس رغم الإعلان، كان على ما يبدو الإعلان يقتصر فقط على التقدم البري أو حتى الهجوم البري، أليس كذلك؟
ليس صحيحا سلمى. محاولات التقدم وهجمات القوات المتعددة للتحالف أيضا تواصلت واستمرت خلال ساعة الأمس وحتى أيضا الساعات الماضية. أفادت طبعا المصادر المحلية والعسكرية هناك بإحباط الجيش عدة هجمات للقوات المتعددة للتحالف السعودي. إحدى هذه الهجمات كانت هجمة واسعة مسنودة جويا وأيضا مسنودة بالمدفعية والصاروخية، وكان الاتجاه هذه الهجمة نحو منطقة كيلو 16 وأيضا باتجاه الميناء. هناك يعني بعد محاولة سابقة للالتفاف والوصول إلى ميناء الحديدة، نعم، بالأمس كان هناك محاولة ثانية للالتفاف والوصول إلى الميناء وتم إحباط نعم هذه المحاولة كما تقول المصادر العسكرية أحمد. والميدانية هناك أيضا محاولة تقدم أخرى سلمى، كانت في مديرية حيس جنوب شرق المحافظة بالتزامن مع دفع التحالف لتعزيزات جديدة إلى مديرية التحيتة بهدف حسم المعركة ومواجهة هجمة الجيش واللجان هنا. طبعا نحن نتحدث الآن عن جبهات خلفية في مناطق نعم. الساحل الغربي في التحيتة وحيس. طبعا أيضا يعني قوات ما يسمى بألوية العمالقة أعلنت، وهي قوات جنوبية مسنودة إماراتيا، أعلنت استمرار عمليات التمشيط الواسعة لعدد من المزارع في مناطق وضواحي جنوب المحافظة، ما يعني أن المعارك مستمرة وأن إعلان وقف إطلاق النار لم يكن سوى إعلان إعلامي، والهدف منه أيضا هو التموضع أو إعادة التموضع على الأرض والتمركز في المواقع التي وصلت إليها خلال الأيام الأخيرة. نعم أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وزير الدولة لشؤون الحوار والمصالحة في حكومة صنعاء أحمد القنع أكد للميادين أن المقاتلين التابعين للتحالف السعودي لن يستطيعوا دخول الحديدة ولو حاولوا ذلك لسنوات. أعطيت لهم قبل عام أكثر من فرصة وكانوا يقولون لأمريكا والسعودية سندخل ولكن أعطونا فرصة وادعمونا. هذه الإخفاقات التي تمت هي تجعلهم عند من يدعمونهم كذبة، ولذلك هذه قوة الشعب اليمني. أن أعطيت لهم فرصة شهر أو شهرين أو 4 أشهر أو 4 سنوات يدخلون الحديدة وغيرها لن يستطيعوا. قوة الشعب اليمني يا عزيزي هو أن الذي يدافع هو يدافع عن أرض، عن جغرافيا، عن مساحة جغرافية اسمها اليمن. القناة قال إن دول التحالف صرفت أموالا على الجانب الإعلامي أكثر مما صرفت على الجانب العسكري، وأكد أن انتصارات التحالف السعودي في اليمن هي إعلامية ووهمية. الشهر الأخير هذا يمكن دفعت دول التحالف بمبالغ طائلة أكثر ما دفعتها في الجانب العسكري دفعتها في الجانب الإعلامي، فانتصاراتهم فقط هي وهمية وانتصارات إعلامية، نشاهد ذلك في قنواتهم كالحدث والعربية وبعض القنوات التي تتبعهم، هي انتصارات وهمية على فقط للإعلام. الإعلام الداعم للتحالف السعودي دأب على تصوير أن السيطرة على الحديدة بات قريبا، على أن ظهرت حقيقة الموقف الميداني بقرار وقف العمليات القتالية. علي مرتضى والتفاصيل. أهلا بكم. من منا لا يعرف مدينة الحديدة، المدينة التي ضجت أخبارها في مختلف القنوات الإعلامية؟ مدينة الحديدة أصبحت مطوقة. استهدفت المقاومة المشتركة خلال الساعة الماضية خنادق للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة. تواصل قوات الشرعية اليمنية عملياتها لملاحقة فلول المتمردين الحوثيين في الحديدة. تواصل قوات الجيش الوطني التقدم في مدينة الحديدة. الحديدة تتحرر الله سبحانه وتعالى اليوم تحرير مطار الحديدة. وزيه قدوم تعزيزات بشرية كبيرة وكتائب كوموندوز بقيادة التحالف العربي. كتائب كوموندوز بقيادة التحالف العربي وإعلان تحرير مطار الحديدة، إذا انتهى الأمر. يا ترى أين ذهبت قيادات اللجان الشعبية والجيش اليمني وأنصار الله التي كانت في مطار الحديدة؟ بأننا كما ترون صامدون ولا يمكن أن نستسلم أو أن نقبل بسلام مذل. نحن مع سلام مشرف يضمن كرامة وسلامة وأمن الجميع. التحالف السعودي يعلن السيطرة على المطار، وفي الوقت نفسه يصرح القيادي في أنصار الله محمد البخيتي من داخل المطار داحضا مزاعم التقدم العسكري ومطالبا بالعودة إلى التفاوض السياسي. فهل يمكن أن تتوقف هذه العمليات العسكرية؟
القيادة الشرعية والتحالف العربي أنه لا وقف لهذه العمليات إلا بتحرير ميناء الحديدة أو أن يسلموا المدينة والميناء على بعد مسافة 5 كيلومتر فقط من البوابة الشرقية لميناء الحديدة الاستراتيجي. حديدة ما هي إلا بوابة العبور لنصر عظيم يصل صنعاء وكهوف مران. وأصبح الجميع الآن هنا سؤال ينتظر لحظة التحرير. الجميع ينتظر لحظة التحرير. قضي الأمر حتى أن مراسلا بدأ يناقش مصير صنعاء. حتى عناوين المقالات جاءت حاسمة. بشائر النصر تلوح في الحديدة. العمليات مستمرة في اليمن وتحرير الحديدة يسير بوتيرة عالية. الجيش اليمني يقترب من تطويق ميليشيا الحوثي في الحديدة. الشرعية تواصل تقدمها في الحديدة تمهيدا لسيطرتها الكاملة على المدينة. وحين تنصح صنعاء بوقف القتال والعودة إلى التفاوض يأتي الجواب الإعلامي: لا هدنة مع الانقلابيين وتحرير الحديدة هدف قومي. بعد هذا التمهيد الإعلامي بدأت القلوب تدق لإعلان اللحظة الحاسمة، الإعلان الأهم في معركة الحديدة. الكل توقع أن يتم إعلان السيطرة على الحديدة. إلى أن جاء الخبر، تم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في الحديدة. خريطة السيطرة العسكرية اليوم تظهر تقدما بسيطا على الجبهة الشرقية للمدينة من دون السيطرة على أي من الأماكن الاستراتيجية كالمطار والميناء. يقول وزير الدعاية عند هتلر: اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. إلا أن المثل المصري يقول: الماء يكذب الغطاس. وفي حالة اليمن الميدان يكذب بعض الإعلام. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لمناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن، وسط منع التحالف السعودي 4 سفن من إفراغ حمولاتها من الوقود بالرغم من الحاجة الملحة إليها محليا. الأمم المتحدة أعلنت أن ميناءي الحديدة وصليف يعملان لكن من دون طاقتهما. وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن حكومة الرئيس هادي فرضت قيودا على السفن التي تنقل الوقود. أكد لنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن ميناءي الحديدة وصليف يعملان بقدرة منخفضة بالنظر إلى تدمير الرافعات العملاقة عام 2015. هناك سفينتان، إحداهما تنقل الغذاء والثانية الوقود، تفرغان شحناتهما في الحديدة، وهناك ثالثة تفرغ الطعام في صليف. لكن منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر فرضت حكومة اليمن قيودا على السفن التي تنقل الوقود، وحرمت 4 سفن رخصة إفراغ شحناتها من قبل التحالف بناء على طلب الحكومة، وهذه تنقل أكثر من 40% من معدل الإمداد الشهري من الوقود لليمن. تستمر معاناة المعلمين اليمنيين باستمرار قطع رواتبهم، وهو ما أثر بنحو كبير على العمليات التعليمية في اليمن، فيما تحذر المنظمة الدولية من أن انقطاع الرواتب واستمرار الحرب يهدد مستقبل 2 مليون طفل يمني حرموا من التعليم. أحمد زريبة. نحو إعطاء الدروس الخصوصية توجه المدرس اليمني محمد المحاقري لإيجاد بدائل لتأمين لقمة العيش في ظل استمرار انقطاع راتبه منذ نحو 2 عامين، بالإضافة إلى القيام بأعمال خاصة أخرى لتغطية متطلبات أسرته، فيما يستمر في عمله المدرسي بصنعاء تعبيرا عن الصمود مع كثير من المعلمين لاستمرار العملية التعليمية. اشتغلت في مدارس خاصة، عملت في تدريس خصوصي في المنازل لكي أسد حاجتي وحاجة أولادي وغيري الكثير، اتجهنا نحو الاتجاه هذا، وغيرهم ترك مهنة التدريس وبعضهم اشترى له دراجات نارية لكي يشتغل عليها. معاناة كبيرة، معاناة المعلمين، مش بس المعلمين، أيضا جميع الفئات الوظيفية، لكن المعلمين بالدرجة الأولى الغرض منها حرمان الطلاب من التعليم. العدوان غرضه كان حرمان الطلاب من التعليم وتجهيل اليمن. ضياع مستقبل جيل كامل يتحمل وزره التحالف السعودي في ظل الحصار وإيقاف دفع الرواتب لأكثر من 300,000 معلم وإداري في قطاع التعليم، إذ أن 1 مليون طفل يمني مستقبلهم مهدد بالضياع بسبب الحرمان من التعليم. إن مستقبل جيل كامل من أطفال اليمن، أي حوالي 2 مليون طفل، مثير للقلق. معلمو ومعلمات المدارس الحكومية لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من 2 سنين. معظم الأهالي يترددون في إرسال أو أطفالهم إلى المدارس بسبب أعمال العنف.
تفعيل مبادرات الجمعيات والمبادرات الفردية لإيجاد مصادر دخل جديدة مثل بدوره حلولا مؤقتة لدعم نحو 130 ألف معلم يمني. يستمر استهداف العملية التعليمية في اليمن عبر استمرار التحالف في استهداف المعلمين وقطع رواتبهم، والهدف إيقاف العملية التعليمية وحرمان الطلاب من التعليم. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار ضد السعودية بشأن الحرب على اليمن وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. مشروع القرار يشمل فرض حظر وعقوبات اقتصادية على شخصيات تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، كما يتضمن إيقاف مبيعات الأسلحة للمملكة وحظر تزويد طائرات التحالف بالوقود من الجانب الأمريكي. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي. ستشمل هذه العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد والقنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي. وطالبت الخزانة الأمريكية السعودية باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف استهداف المعارضين السياسيين وكذلك الصحفيين. وزيرة خارجية كندا كريستيا فيرلاند رحبت بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي، وقالت إن كندا ترحب بالتحرك الأمريكي وستدرس بجدية إجراءات مماثلة في الأيام المقبلة. كشف وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان أن نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تشير إلى نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق. تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله. تاسعا، تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم. عاشرا، أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية. 11، أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص. 12، تم التوصل إلى أن من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه هو شخص واحد. الشلعان أكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بعملية قتل خاشقجي على حد تعبيره. كما أظهرت التحقيقات أن الآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض بعد اطلاعه على موقع القنصلية في صبيحة يوم الجريمة. لم يكن عنده أي معرفة، وذلك وكما قدموا تقرير مضللا عن المهمة، وبعد تضارب ما يقارب 10 أيام صدر الأمر السامي الكريم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن رفض بلاده المقترح التركي بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقال إن بلاده طالبت 3 مرات من الأتراك تسليم المعلومات والأدلة لكنهم لم يستجيبوا. فيما يتعلق بقضية التدويل، هذا أمر مرفوض. المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق جاد ويتمتع بمهارة واستقلالية، والمملكة العربية السعودية لها نظام قضاة مستقل يستطيع أن يتعامل مع مثل هذه القضايا باحترافية. وفيما يتعلق بالأشقاء في تركيا، آمل أن إذا كان لديهم أي معلومات أو أي أدلة يريدوا أن يقدموها لتستفيد المحاكم في السعودية منها فأهلا وسهلا. طلبنا منهم الشيء هذا 3 مرات ولم يستجيبوا لنا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية تركيا إلى طلب تحقيق أممي فوري في قضية قتل خاشقجي، وأكدت أن تحقيق السلطات السعودية يفتقر إلى المصداقية. حزب العدالة والتنمية أكد أنه لا يجوز التستر على الجريمة من خلال الحكم بالإعدام على عدد من الأشخاص. وبدوره قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، قال إن هدف تصريحات النيابة العامة السعودية التستر على قتلة خاشقجي، استبعد أن تكشف الرياض عن الجنات الحقيقيين. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن قتل خاشقجي كان مخططا له سلفا، مطالبا بالكشف عمن أمر ونفذ.
خاشقجي قتل بوحشية في القنصلية السعودية في إسطنبول، عرفنا أنه قتل فيها منذ اليوم الأول. هناك المزيد من التفاصيل التي خرج بها بيان المدعي العام السعودي، وقد اتصل بي وزير الخارجية السعودي قبل نصف ساعة من تصريح المدعي العام بشأن البيان الذي سيتلى. بالنظر إلى البيان فأن هناك 11 موقوفا، وهناك 15 شخصا دخلوا إلى تركيا لارتكاب الجريمة، لكن لم تصدر أحكام بالإعدام إلا بحق 5 أشخاص. لماذا جرى الإفراج عن بقية المتهمين؟ الرد التركي على بيان الادعاء السعودي يشير إلى أنقرة إلى أن أنقرة استنفذت لعبة الإثارة في المعلومات الضاغطة على الرياض، ما يضع تركيا أمام خيار التصعيد الذي تتحاشاه أو المهادنة المكشوفة التي لا تقدر عليها. لكن أنقرة والرياض تتجهان إلى تسليم مفاتيح الإخراج لترامب والإدارة الأمريكية. قراءة لقاسم عز الدين. لتجهيز مكان آمن. وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان يتلو بيان الاتهام محل النائب العام الموكل بالتحقيق سعود المعجب، في إشارة إلى الاحتفاظ بورقة إعادة التوضيب إذا احتاجت الإدارة الأمريكية لذلك. وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو يرى في البيان السعودي خطوة إيجابية لكنها غير كافية، ولم يتضح بعد إذا كانت الخطوة الإيجابية هي اتهام ماهر عبد العزيز مطرب بالتخطيط والتنفيذ بصفته قائد الفريق كما وصفته أنقرة، أو بصفته أعلى مستويات فريق التنفيذ وفق الادعاء السعودي. الرياض التي تنتقل من الدفاع إلى الهجوم في مطالبة أنقرة بتزويدها بالأدلة والقرائن لم تلتفت إلى تلميحات الرئيس إردوغان بالتفاوض من موقعه الذي يتراءى له أنه يتحكم بخناق السعودية، بل على العكس من ذلك ردت الرياض بالتصعيد من البحرين في اتهام الشيخ علي سلمان بالجريمة العظمى لتخابره مع قطر كما تقول. السعودية تراعي التجاوب مع ترامب في قضية خاشقجي ولا تعير اهتماما يذكر للرئيس إردوغان الذي يمارس لعبة سياسية بحسب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وقد يكون بيان الاتهام السعودي القابل للتعديل كما ألمح عادل الجبير هو المستوى الذي يبدأ به ترامب مع الكونغرس بشأن العقوبات القوية الموعودة التي يمكن أن تصل بالابتزاز المالي الأمريكي إلى أحمد العسيري وسعود القحطاني من دون محمد بن سلمان. أنقرة التي تصدها السعودية بشيء من الاستخفاف ربما تعول على تعويض قد يقدمه ترامب الذي بحث مع إردوغان سبل الرد بحسب البيت الأبيض، وهو البيت الذي أخذت منه أنقرة ما يحترفه في لعبة الإثارة والابتزاز. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن تجاوز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحدود جعل السعودية تمثل الخطر الإقليمي الرئيسي وليس إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب ترى في ابن سلمان حليفا لإسرائيل ضد إيران ومشتريا للأسلحة. وأضافت أيضا أن واشنطن والغرب متعطشان للنفط والأموال السعودية، أغلقا الأعين أمام انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان، مشددة على أن حقيقة قتل خاشقجي يمكن ألا تكشف أبدا مع احتمال إعدام مشتبه فيهم والقضاء على الشهود الرئيسيين. قالت صحيفة واشنطن بوست أن الرواية السعودية الأحدث حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي مثال آخر على ما وصفته بسلوك محمد بن سلمان المتهور والمتغطرس. شددت الصحيفة على ضرورة إجراء تحقيق دولي لأن إدارة ترامب تسهم في التغطية على السعودية، مشيرة إلى ضرورة وقف جميع المبيعات العسكرية لها ووقف التعاون معها حتى اكتمال تحقيق موثوق به. وأضافت أن قبول رواية السعودية يعني تجاهل حقائق راسخة.
نفت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نورت نفت انخراط البيت الأبيض مع تركيا في محادثات تخص تسليم فتح جولن، وقالت أن مسألة مصير جولن تقررها وزارة العدل الأمريكية. وكانت قناة NBC الأمريكية قد نقلت عن مصادرها أن البيت الأبيض يبحث خيارات مختلفة لطرد الداعية التركي المعارض، وذلك استرضاء لتركيا في قضية قتل الصحفي خاشقجي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تيريزا ماي تؤكد أنها باقية في منصبها حتى النهاية. من جديد أهلا بكم. تحت اسم جمعة التطبيع خيانة، يستعد الفلسطينيون اليوم لإحياء فعاليات ومسيرات هي للعودة الكبرى وسط دعوات إلى أوسع مشاركة بعد انتصار غزة على العدوان الإسرائيلي الأخير. وقد استبقت سلطات الاحتلال المسيرات بتحذير المشاركين من الاقتراب من السياج، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب. استقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق. السنوار أطلع اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحركة وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة، مشددا على أهمية كسر الحصار على القطاع. وينضم إلينا من غزة مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد، أسأل عن هذه الزيارة للضيف المصري، ماذا في جعبة الضيف المصري، وكذلك ماذا عن الاستعدادات لهذه الجمعة أيضا بعنوان التطبيع خيانة؟ فيما يتعلق بزيارة الوفد الأمني إلى غزة، هي جاءت بعد يوم واحد من انتهاء أو بعد يومين من انتهاء جولة تصعيد إسرائيلية كبيرة ضد الحرس على مدار 24 ساعة. لذلك زيارة هذا الوفد كانت متوقعة لتثبيت تفاهمات في الأساس، لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار ولمحاولة تجنيب قطاع غزة المزيد من العدوان الإسرائيلي، بعد أن وضع العدوان أوزاره باتفاق هدوء يقابله هدوء. كان متوقع أن تأتي هذه الزيارة، والآن جاءت وتم استعراض كل ما حدث بأن ما تسبب به أو ما حصل هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا للتأكيد على استكمال التفاهمات. هذه الزيارة تأتي قبل يوم الجمعة بيوم، لأنها تمت بالأمس، ما يعني أن هناك محاولات من الوفد الأمن المصري لتثبيت هذه التفاهمات، وهو ما قد نراه واقعا على اليوم الجمعة. العنوان الأساسي لهذه التفاهمات هو تخفيف الاحتكاكات الميدانية على مسيرة العودة، وهذا المطلوب الآن تثبيته، وهو ما سنشاهده طبعا. الوفد الذي جاء بالأمس سيمكث حتى يوم غد السبت، وأيضا سيكون هناك بكل تأكيد يعني تقييم للتحركات ولمدى التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه سابقا. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد شلدان مراسل الميادين، كنت معنا من غزة. يتوقف العدوان لكن أثاره المدمرة لا تتوقف. عشرات العائلات تعاني الأمرين بعد تدمير طائرات الاحتلال لمنازلهم. لنا شاهين. عود على بد، آثار الدمار عادت تتصدر المشهد في غزة، ووراء كل منزل مدمر حكاية تدمي القلوب. عائلة أبي خلف تحول فرحها إلى حزن، واتصال هاتفي من بين الأنقاض كان كفيلا بإنقاذ حياة طفل كان بينه وبين الموت مجرد لحظات. لقيت الدار مكسوفة ومن تحت الردم، فشل الرأس مبين ويدل فيها الجوال، حملنا الردم عنه لحزمة البطون وسحبناه، ولو بقينا احنا في الدار لكان رحنا، بس بقينا نعرس انا ومرتي واولادي وكنت وكنا، فشل خلف بقى في الدار يحرسها، وانا الحين لا املك اي شيء، انا قاعد في مأوى عند اخوي مقعدني. وهنا تحول عش الزوجية إلى مجرد ركام بعدما انقضت عليه صواريخ الاحتلال. تستطيع إسرائيل أن تسرق الفرحة من نفوس الغزاويين إلى حين، لكنها لا تستطيع إطلاقا أن تنتزع من قلوبهم حب فلسطين. حأبني بيت ابني من أول وجديد، وحجوزه وحفرح فيه، وحعمل له كل اللي أنا كنت أحلم فيه إن شاء الله. بقول لإسرائيل قد ما تهدموا قد ما تعملوا أي شيء فيه، نحن صامدين، الأرض أرضنا
وانتم محتلين، وراح يجي يوم ان احنا نعمر كل شيء ونرجع لبلادنا. أوضاع صعبة في انتظار من دمر منزله، فتجارب الماضي في إعادة الإعمار لا تزال حاضرة وشاهدة، ليس فقط على عدوان الاحتلال بل أيضا على حصاره الذي يسعى بشتى السبل إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار. صور الدمار في غزة لوحة مربعاتها لا تتغير بتغير المكان، دمار يثلج صدر إسرائيل يقول الغزاويون، لكنهم يؤكدون أن التضحية من أجل الوطن لا تقدر بثمن. لنا شاهين غزة، آل ميادين. وضع وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون فيتو على تعيين نفتالي بنت وزيرا للأمن، وطلب بانتخابات مبكرة قبل انتهاء الأشهر الستة المقبلة. إلى ذلك تظاهر الآلاف من المستوطنين من سكان المستوطنات المحيطة بغزة في تل أبيب احتجاجا على الوضع الأمني في منطقتهم بعد فشل العدوان الإسرائيلي الأخير. المتظاهرون رددوا شعارات تدعو نتنياهو إلى الاستقالة، محملين حكومته مسؤولية الإخفاق الأمني في القطاع. وإلى الأردن، حيث بحث الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح جهود محاربة الإرهاب وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا. وخلال استقباله صالح في عمان، أكد الملك الأردني ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وتعزيز خطاب التسامح بين الأديان، فيما أكد الرئيس العراقي ضرورة توسيع التعاون بين الأردن والعراق في شتى الميادين. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أن العراق الآمن هو ركيزة لإعادة الاستقرار في المنطقة، فيما تناول نظيره العراقي محمد علي الحكيم الأزمة السورية وسبل التوصل إلى حل سياسي لها. العراق الشقيق حقق نصرا كبيرا وبتضحيات عراقية كبيرة على العصابات الداعشية، على من يسميهم جلالة الملك بخوارج العصر، وهذا النصر لم يحققه للعراق فقط، حققه لنا جميعا في المنطقة وفي العالم، وبالتالي واجبنا في المنطقة وفي العالم أن نساعد الأشقاء في العراق على استكمال هذا النصر من خلال دعم عملية إعادة البناء. بالنسبة للجانب السوري، نعتقد أن استقرار سوريا والحل هو سوري سوري كما ذكر معالي الوزير، ويجب أن يعني يخلق من رحم سوريا وتبقى سوريا موحدة، وأيضا تخرج جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا جميعها دون استثناء. شهد البرلمان السريلانكي تدافعا وتشابكا بالأيدي على خلفية الاقتراع على حجب الثقة عن الحكومة. تقارير أشارت إلى أن نحو 50 نائبا شاركوا في العراق وقد نقل أحدهم إلى المستشفى، فيما اتهم آخر بحمل سكين خلال الاشتباكات. المجلس هو كان قد صوت على حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها، وهو ما رفضه مؤيدوه معتبرين التصويت غير شرعي. أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 63، فيما وصل عدد المفقودين إلى أكثر من 600 شخص. وأشارت السلطات المحلية إلى احتراق أكثر من 9000 مبنى، في حين بقي نحو 50,000 شخص بانتظار أوامر الإخلاء، ولا تزال الحرائق مندلعة في مواقع عديدة، فيما يواصل رجال الإطفاء محاولات احتوائها. والآن إلى موجز الاقتصاد وعبد الله ظاهر. صباح الخير عبد الله. صباح الخير سلمى. يبدو أن المجاعة، هناك تحذيرات، المزيد من التحذيرات، لكن للأسف على أرض الواقع اليمن في أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم. صحيح، هناك كلام جديد لبرنامج الأغذية العالمي أبدى استعداده لتوفير مواد غذائية وأيضا مساعدات نقدية لنحو 12 مليون يمني. التفاصيل معك. تفضل. شكرا سلمى.
صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز الاقتصاد في العاشرة، حيث رأى سفير إيران في الأمم المتحدة حبيب آل إسحاق أن استخدام الأغذية والأدوية سلاحا ضد الشعوب جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن الحرب الاقتصادية الشاملة التي تشنها أمريكا ضد بلاده ترمي إلى إحباط جهود إيران أو حرفها للارتقاء بحقوق الإنسان. كلمة آل إسحاق جاءت خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل التصويت على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان تبنته كندا ضد إيران. دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي إلى وقف الحرب في اليمن الذي يحتاج بشدة إلى السلام، وحينها فقط سيكون من الممكن إعادة بناء الاقتصاد وضبط سعر العملة واستئناف دفع الرواتب للموظفين الحكوميين. ولمواجهة الجوع المتصاعد بسرعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي استعداده لزيادة حجم مساعداته لتوفير مواد غذائية ومساعدات نقدية لنحو 12 مليون شخص. ويقدم البرنامج الأممي حاليا مساعدات غذائية إلى نحو 8 ملايين شخص كل شهر. قللت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من شأن التكهنات بإمكانية إقالتها من منصبها بسبب مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها باقية إلى نهاية المطاف. ماي أكدت أن مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه هو الطريق الصحيح لبريطانيا ولجميع أفراد الشعب. كلام ماي جاء بعد سلسلة من الاستقالات الوزارية وحديثا عن تصويت بسحب نواب حزب المحافظين الثقة منها. حالما حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة الحكومة بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالبريكزيت، تعرضت لنكسة باستقالة 5 من وزرائها، أبرزهم وزير البريكزيت دومينيك راب. ماي أقرت بالخيارات الصعبة واصفة الصفقة مع بروكسل بأنها أفضل ما يمكن التوصل إليه. إن ما تم الاتفاق عليه أمس ليس صفقة نهائية، إنما هي مسودة للصفقة التي سيتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن البريكسيت سيتم بسلاسة وسنغادر الاتحاد الأوروبي في 29 من آذار المقبل. تيريزا ماي حذرت البرلمان من أن التصويت ضد الاتفاق يعني العودة إلى المربع الأول، لكن الأصوات المعارضة للاتفاق لم تنحصر في حزب العمال فقط، بل امتدت إلى نواب من حزب المحافظين أيضا، فضلا عن الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي. بعد سنتين من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ما توصلت إليه الحكومة هو صفقة فاشلة تخالف الخطوط الحمراء التي وضعتها رئيسة الوزراء، كما لا تتطابق مع معايير حزب العمال الستة. هناك موجة عارمة من الرأي العام البريطاني باتت مقتنعة بضرورة إعادة إجراء استفتاء جديد بشأن البريكزيت لحل الأزمة الحالية في البلاد، وهناك عدد متصاعد من النواب المحافظين والعمال الذين يرفضون هذه الصفقة لأنها غير جيدة. الاتحاد الأوروبي رحب بموافقة لندن على مشروع الاتفاق، وحدد 25 من الشهر الحالي موعدا للقمة الأوروبية لإقرار مشروع الاتفاق بشأن البريكزيت. نجحت تيريزا ماي في إنجاز اتفاق مع بروكسل متجاوزة عقبة الحدود الإيرلندية، فضلا عن إنقاذ بلاد الضباب من السيناريو الأخطر على الاقتصاد، وهو عدم التوصل إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي. لكنها ستواجه تحديا آخر قد يرسم ملامح مستقبلها السياسي، وهو عدم موافقة البرلمان على مشروع الاتفاق في منتصف الشهر المقبل. موسى سرور، لندن، الميادين. هذا وهبطت تكاليف الاقتراض البريطانية بنحو حاد بسبب الاضطراب الذي يحيط باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانهار عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 1.35% مع سعي المستثمرين إلى أدوات استثمارية آمنة. ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا بنسبة 28.2% في الأشهر العشرة الماضية على أساس سنوي، وارتفعت قيمة التجارة بين الصين وروسيا إلى 87 مليار و200 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي، فيما بلغت قيمة صادرات الصين لروسيا نحو 40 مليار دولار، وقيمة الصادرات الروسية للصين نحو 48 مليارا.
بعد جمود دام 3 أشهر استأنفت الصين والولايات المتحدة المفاوضات التجارية. وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أنها مفاوضات رفيعة المستوى، فيما رجحت الإدارة الأمريكية أن لا تسفر هذه المفاوضات عن انفراجة قريبة بسبب شكوك لدى واشنطن في صدق بكين. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين للتباحث في الحرب التجارية بين بلديهما وإمكانية وضع حد لها، وذلك على هامش قمة مجموعة 20 في وقت لاحق من الشهر الحالي. في الخبر الأخير، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أرسلت 3 ناقلات تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة رغم السلبيات التي توردها أمريكا إلى روسيا. وقالت زاخاروفا أن التصريحات الأمريكية بشأن التيار الشمالي 2 تعد مثالا كلاسيكيا على التدخل السافر في شؤون الدول ولا سيما الاتحاد الأوروبي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في 10. نشكر لكم حسن المتابعة. نلتقي من جديد في نشرة الظهيرة مع المزيد من أخبار الاقتصاد. عودة لك سلمى. بانتظارك عبد الله. شكرا جزيلا. عرضت سفارة فنزويلا في الجزائر إحدى حلقات البرنامج المشترك بين قناتي الميادين والتلسور الفنزويلية حول الاغتيالات السياسية، وفتح نقاش عقب الحلقة في خلفية استهداف شخصيات سياسية بقيت ثابتة على نصرة شعوبها وفي الوقوف مع القضايا العادلة في العالم. أسامة عبد النور. بودير معا نستطيع يشد رحاله إلى الجزائر ويعرض إحدى حلقاته في السفارة الفنزويلية، حلقة صنعت الاستثناء بكشفها خلفيات الاغتيالات السياسية في الدول المقاومة للمخططات الأمريكية. البرنامج الذي شد انتباه الحضور 40 دقيقة عرض خلالها تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. نحن نرى ما يحدث في سوريا وما يحدث الآن في فنزويلا وما حدث في ليبيا وما يحدث في ليبيا حاليا وما حدث في الصومال وأفغانستان ودول عديدة يعني تعاني من هيمنة. حاملة القضايا العادلة والمدافعة عن الحقيقة وحق الشعوب في معرفة المخططات التي تستهدف وحدتها، القناة المجاهدة، هكذا وصف الحضور شاشة الميادين التي فتحت جسرا إعلاميا على دول أمريكا اللاتينية وعززت الروابط الثقافية والحضارية والسياسية بين أقطار عربية وأخرى في أمريكا اللاتينية. اخترنا الميادين لأنها قناة حرة وموضوعية وشريفة وتهتم بالقضايا العالمية والإنسانية والعربية، وعبر هذا الفيديو أردنا أن يعلم الناس جميعا أن الإعلام حاليا ينشر أخبارا زائفة، لذلك اعتمدنا على قناة الميادين. رسالتي إلى قناة الميادين، واصلوا هذا المشوار في إعلامكم الهادف الملتزم. ما رأيناه في تغطيتها للأحداث في فنزويلا جد مشرف، شيء مشرف. ما رأيناه لتغطية القضايا العربية والقضايا العادلة في إفريقيا في أمريكا في آسيا جد مشرف، وأيضا ما نراه حاليا في التغطية الإعلامية لقناة الميادين فيما حدث مؤخرا في غزة أن جد فخور. عرض حلقة برنامج معا نستطيع في السفارة الفنزويلية في الجزائر كان فرصة للتذكير بدور الإعلام في دعم القضايا العادلة ورفع راية مع الإنسان أينما كان. عرض إحدى حلقات برنامج بودير معا نستطيع في السفارة الفنزويلية بالجزائر فتح نقاشا حول مدى وعي الشعوب اللاتينية والعربية للمخططات الغربية التي تستهدف تفكيك بلدانهم وسلب خيراتها، ولا سيما الدول صاحبة المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. والآن إلى الأخبار الرياضية ومحمد جرادي. صباح الخير محمد. صباح الخير سلمى. التفاصيل معك، تفضل. شكرا. أهلا بكم. في دوري الأمم الأوروبية، إسبانيا تسقط أمام مضيفتها كرواتيا في منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة 3-2. سقطت إسبانيا وباتت تأهلها إلى النهائيات مرهونا بتعادل كرواتيا مع إنجلترا في الدور المقبل. أندري دارامايتش افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الشوط الثاني قبل أن يعادل سيبايوس النتيجة. قائد الماتادور سيرخيو راموس رد على هدف التقدم من ركلة جزاء، لكن المدافع تينجي فاتش أطل من جديد في الوقت القاتل وأهدى الفوز لوصيفة بطل العالم.
من جهته خطأ المنتخب البلجيكي، خطأ خطوة كبيرة نحو بلوغ المربع الذهبي عندما تغلب على ضيفه الأيسلندي بهدفين في العاصمة بروكسل، ويدين المنتخب البلجيكي بفوزه لمهاجم فالنسيا ميتشي باتشواي صاحب الثنائية. الفوز هو الثالث تواليا لبلجيكا لتتفرد في الصدارة في صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط وبفارق ثلاث عن ملاحقتها سويسرا. وين روني خلع قميص منتخب انجلترا نهائيا بعد مشاركته الأخيرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وديا. روني كان قد اعتزل اللعب الدولية في أب أغسطس من عام 2017، لكن الاتحاد الإنجليزي ارتأى تكريمه أمام الجمهور وبحضور العائلة. ابن 33 عاما أسهم في فوز الأسود الثلاثة بثلاثية نظيفة لينهي مسيرة دولية شهدت على مشاركته في 120 مواجهة وسجل فيها 53 هدفا، شارك في ثلاث نسخ لكأس العالم، وهو الحال نفسه في كأس أمم أوروبا. تقنية الفيديو المساعد للحكم تقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الموافقة المبدئية من أندية النخبة. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت الموافقة على استخدام التقنية ابتداء من الموسم المقبل، على أن تقدم طلبا رسميا للاتحاد الدولي للحصول على رخصة استخدامها. وقالت الرابطة في بيان لها إن برنامج الاختبارات الخاص بهذه التقنية سيستمر بقية الموسم مع التركيز على فترة ما بعد الظهر من يوم السبت، حيث تجري مباريات عديدة في وقت واحد. يذكر أن فار تستخدم في مسابقتي كأس إنجلترا وكأس الرابطة حصرا. يحاول الاتحاد المكسيكي خلط أوراقه بعد كأس العالم بعدما خرج من دور 16 على يد البرازيل. التخطيط لكأس العالم المقبلة بدأ من اليوم الأول، وأولى الخطوات جهاز فني جديد تليها المشاركة في بطولات أمريكا الجنوبية. حسمت الصحافة المكسيكية التعاقد مع المدرب خيراردو مارتينو بعدما رفض تجديد عقده مع أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي. المدرب الأرجنتيني سيتولى الإشراف على المنتخب المكسيكي للأعوام الأربعة المقبلة مقابل 8,800,000 دولار أمريكي. ابن 55 عاما نال خبرته الدولية مع الباراغواي خلال كأس العالم 2010 ومع الأرجنتين، حيث قادها مرتين إلى نهاية كأس أمم أوروبا. بالحديث عن الاستحقاق القاري في أمريكا الجنوبية، أصبح الحديث متقدما لتشارك المكسيك في البطولة على نحو ثابت، كذلك هي الحال في أهم بطولة للأندية وهي كأس ليبرتادوريس. لهذا الغرض توجه رئيس الاتحاد المكسيكي يون دي لويس ورئيس رابطة الدوري المحلي إنريكي بونيا إلى الباراغواي للقاء رئيس كونميبول أليخاندرو دومينكيز. لقد تحدثنا عن عودة المكسيك إلى كأس ليبرتادوريس وكأس أمم أمريكا الجنوبية، لكن من المؤكد أن ذلك لا يحصل في المدى المنظور، لأن رزنامة المنافسات الدولية وضعت. زيادة منتخب إلى بطولة قارية يعني زيادة النفقات، وبالتالي علينا رفع قيمة الأرباح. أيضا كل هذه النقاط ستكون محور بحث جدي في المرحلة المقبلة. ضخ الأموال سيكون عاملا أساسيا لارتقاء لاعبي المكسيك كما هي حال كبار النجوم، فعلى سبيل المثال رواتب تشكيلة المنتخب بكامله المشارك في الوديتين أمام الأرجنتين لا تصل إلى قيمة راتب نجم التانجو باولو ديبالا أو ماورو إيكاردي. في السلة الأمريكية سقط جولدن ستيت للمرة الرابعة هذا الموسم بعد خسارته على أرضه هيوستن روكتس. عاد دريموند جرين إلى تشكيلة واريورز بعد الإيقاف مباراة واحدة بسبب سلوكه، لكنه لم يساعد الفريق بنقطة واحدة واكتفى بالنقاط 5 متابعات في 23 دقيقة. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك سلمى مجددا. محمد شكرا. سنذهب مع خبر علمي جديد نتابعه سويا. في ختام النشرة نخبر أو نتلي هذا الخبر العلمي وهو في خدمة الإنسان، فقد توصل علماء في تشيلي إلى عرض بشرة اصطناعية جرى تطويرها باستخدام طحالب صغيرة تعتمد البناء الضوئي لتشبيع الأنسجة بالأكسجين، ما يسمح لها بأن تتجدد. هذا الاكتشاف قد يكون بالإمكان توظيفه في علاج التلف الخطير للأعضاء والأنسجة. إلى العناوين. التحالف السعودي يواصل قصف الحديدة، صنعاء تتهمه بالترويج للتهدئة لكسب الوقت، ووزير شؤون الحوار يؤكد للميادين أن انتصاراته إعلامية.
واشنطن تفرض عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي ومشروع قرار في الكونغرس بشأن قضيته والحرب على اليمن. وسائل أعلام أمريكية تتهم واشنطن والغرب بغض الطرف عن انتهاكات الرياض لحقوق الإنسان طمعا بالنفط والمال. الفلسطينيون يستعدون لجمعة التطبيع خيانة في مخيمات العودة، والاحتلال يستبق المسيرات بالتحذير ورفع حالة التأهب. حرائق كاليفورنيا تحول بلدة كاملة إلى رماد، و600 مفقود وعشرات القتلى، ومحاولات الاحتواء مستمرة. وفي النشرة أيضا، أراك في البرلمان السريلانكي على خلفية اقتراع بحجب الثقة على الحكومة. وللمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. النشرة انتهت، إلى اللقاء.